إلى أن نعود إلى قرانا، إلى مدننا، إلى بلداتنا. حينها سنقول لوكالة الغو شكرا على المفوض العام أن يبحث عن الارتقاء بهذه الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. أن نمشي في هذا الطريق، أن نتحمل المسؤولية، أن نكون على رأس المؤتمر العام لاتحادات الموظفين 30 كشاهد على مأساة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين. اليوم خرجتم تحت هذه الشمس الحارة المحرقة وتربطنا علاقات طيبة مع المفوض العام. قلت بالأمس المفوض العام أنها هذه رسالة واضحة على إدارة الوكالة المفوض العام أن يتراجع عن قرارات الظالم بحق اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رأسها عندما أعطى الحق لنفسه بإجازة بدون راتب الموظفين وقتما شاء. الأمر الثاني التشكيلات المدرسية، أن يصل عدد الطلاب إلى 50 طالب في الفصل الدراسي الواحد، هذا الأمر ظلم كبير جدا. نحن نعود إلى 50 سنة إلى الوراء، نريد أن ندمر العملية التعليمية، نريد أن نحطم معنويات المعلمين. لذلك كانت الرسالة واضحة، آمل أن تصل الرسالة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جميع المعنيين، إلى جميع المسؤولين، سواء كان في وكالة الغوث أو خارج وكالة الغوث. نحن في المجلس المركزي نمثل شريحة المجتمع المدني، نرفض جميع القرارات وخاصة قرار زيادة الطلاب في المدارس، مما يعكس سلبا على اتباع سياسة التسجيل ضد أبنائنا وطلابنا في مدارس وكالة الغوث، ويعكس على السلوك اليومي وعلى التحصيل الدراسي والأكاديمي والعلمي لدى الطالب.